مساكم الله بالخير اخواني واخواتي، مساك الله بالخير اخوي ابو علي. مرحبا وسهلا فيك اخوي ابراهيم. موضوع اليوم يمكن يهم البعض لسبب، لان وصلت رساله من ولي امر قبل فتره ويقول حسن رحنا السوق انا وبناتي ونشتري اغراض وكذا وكذا وكذا، اشتريت لهم ملابس وكذا ودفعت ورحت البيت ووصلنا البيت، يقول واحده من بناتي بتلبس اللبس تشوف يبغى تشوف الكلام المكتوب، يقول صراحة كلام خارج الحياة ما يستناسب، يعني مطبوع طباعه اي من نشوفه طبعا في الاسواق، يقول انا حسن ما انتبهت. نعم عرفت اوكي. فانا اتمنى اولياء الامور قبل انتم ما تشترون اي شيء اقروا المكتوب على الملابس، على حتى لو كان باللغه الانجليزيه يستعين بشخص او يصوره ويطرسه ويتاكد من الكلام المكتوب. صحيح، وهذا الموضوع جرنا ايش؟ جرنا عده اشياء من ضمنها يا جماعه الخير حشمه الملابس اللي احنا نرتديها في احتفالات الدولة بشكل عام، سواء كان يوم رياضي، يوم وطني، أعياد وما إلى ذلك. نعم، وأيضاً أبو علي قد يكون نرتدي أشياء بكلمات وعبارات أحنا نجهلها. لذلك نتمنى أخواني وأخواتي بشكل عام، إحنا لما نختار ملابس خاصة لما نتكلم عن احتفالات الدولة بيوم الوطني أو يوم رياضي أو كذا، إن إحنا نكون على قدر الحشمة والالتزام في ملابسنا. وأيضاً أخوي أبو علي لازم نعرف إحنا المكان اللي رايحينه شنهو وش يعلينا المكان. الشيء الأهم أيضاً أخواني وأخواتي في هذا الموضوع إن إحنا لاحظنا أيضاً في بعض الاحتفالات يكون مثلاً اللبس حطي مثلاً العلم ولا صورة سمو الأمير أو كذا بطريقة مو مناسبة. نعم، وأيضاً لشبابنا بعد. نرجع شبابنا بالنسبة للكابات اللي يلبسونها والتيشيرتات اللي يلبسونها وش الأشياء اللي مفترض إني إحنا نسويها. آداب عامة نلتزم فيها، لأن هي تمثل أخلاقنا وتمثل فيها أيضاً أشياء جميلة إحنا نعتز فيها ونفتخر فيها، خاصة لما تكون في شيء وطني. لذلك بشكل عام أخواني وأخواتي قبل ما نبتدي احتفالاتنا للمناسبات الرسمية في الدولة عندنا من تاريخ 8 لتاريخ 12 كل هذه احتفالات. فأتمنى نحن من اليوم طبعاً قاعدين نشوف بعض العروض، بعض المحلات قاعدة تحط تجهيزات معلي، حاولوا تختارون الأشياء المناسبة اللي تناسب وتليق بهذه المناسبة، تناسب الأطفال، تناسب الكبار، وأيضاً في بعض العوائل الخدمات يا أبو علي. أيه. شنو ألبسهم في اليوم الوطني؟ شيء حلو نحن نحتفل فيك، والخادمة تعتبر أيضاً جزء مهم وعضو من البيت، فأيضاً كما إحنا لبسنا وكشخنا أيضاً لبسهم بالطريقة المناسبة وأعلمهم شنو المناسبة اللي عندي. إبراهيم من ساعة ذكرني بشغلة مهمة، موضوع الكابات ينكتب عليها بعض العبارات. عبارات أحيانا نقراها الله حلوة لكن هي قد تكون لها معاني أخرى. صح، فننتبه أيضا لموضوع العبارات اللي تنحط على الكابات، وإحنا ما نبي نذكر العبارات كثيرة من العبارات اللي أنا صراحة شاهدتها وشفتها وما حبيت أن أتكلم فيها وأقول له تعال يا أخي غير الكاب. أعتقد الرسالة وضحت وفهمتها. اليوم نتكلم أهلها عن النصوص المكتوبة على بعض أو العبارات المكتوبة على بعض الملابس، بالإضافة إلى الالتزام بالأداب العامة والحشمة في احتفالاتنا بشكل عام في الدولة، سواء كانت أعياد أو يوم وطني أو حتى يوم رياضي. يعطيك العافية أخوي أبو علي. يا مرحبا وسهلا فيك، ورسالة هذه لأولياء الأمور ولنا إحنا أيضا ولأبنائنا وبناتنا. يعطيكم العافية أخواني وأخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.